مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. بفيديو اليوم رح نحكي عن مهارة جديدة في مايكروسوفت وورد، وهي كيف ممكن أدمج عدة ملفات وأخليهم بملف واحد. تعالوا نشوف مع بعض. أوكي، أنا الآن عندي ثلاث ملفات، عندي فايل 1 وفايل 2 وفايل 3، تمام؟ وهذول ثلاث ملفات راح اخليهم all in one بملف واحد. اوكي، هاي الملف الاولاني المعلومات اللي فيه، وهذا الملف الثاني، تمام، وهذا الملف الثاني. شغله بسيطه جدا، نعمل ملف بنسميه all in one زي ما حكيت لكم. نفتح الملف، تمام، وبعدين بنروح على insert، بنعمل كليك، وبعدين بروح على object، ومن object بعمل text from file. اوكي، راح يفتح عندي الملفات اللي انا مخزنهم، تمام، بفولدر معين انت بتختارهم. انا الان راح ابدا بفايل 1، اوكي، بعمل له انسيرت زي ما انتم شايفين هون، بعدين فايل 2 بعمل له انسيرت، وبعدين فايل 3 بتعمل له انسيرت. ممكن تعمل select all لو انت حاب، بس انا عملت هاي الطريقة مشان يكون مرتب الكلام. وبهيك احنا وصلنا الى نهاية الفيديو. بتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو وعرفنا مهارة جديدة كيف ممكن ادمج عدة ملفات في ملف واحد. يا ريت نعمل لايك شير للفيديو بين اصحابنا، وما ننسى الاشتراك في القناة ونفعل جرس التنبيهات حتى توصلكم فيديوهاتي الجديدة اول باول. Have a nice day. سلام.